السلام عليكم ورحمة الله الزفلاون. معروف أن العصابة الحاكمة تستعمل كل وسائل باش تمنع الجزائريين اللي حرقوا باش تمنعهم باش يرجعوا لبلادهم، حتى اللي حابين يرجعوا واللي حابين يستفادوا من مساعدات فرنسية، بحيث أن فرنسا تخلص لهم بي دافيون وتعطي لهم مصروف 600 أورو، وتعطي لهم اللي يحب يعمل مشروع في بلاده، هذه مدادتو شغل الجزائريين، مدادتو بزاف جنسيات، تعطي له باش يمول مشروع في بلاده. كانت مجموعة كبيرة كانت حابة ترجع، الجزائر رفضتهم. واش قالت السلطات الجزائرية؟ واش تقول العصابة؟ هادو ما كانوا على علاقة مع الأجهزة المخابراتية الأجنبية. يا ولد الحرام، لو كان صح كانوا على علاقة مع هاد الأجهزة المخابراتية، بالعكس جيبهم باش تعرف منهم واش باغيين منك هاد الأجهزة المخابراتية. عندنا تخدم المخابرات، عندنا تخدم، مش نقول لهم يريح بعيد ما تجي ما ترجعش، وتخدموا وتوظفوا ويخدم أجون دوبل، لأنه راح يخدم لبلاده. قال كمل، حنا هكذا لما كان زير باش لاغمها جندنا زوج جزائريين دخل الموساد، هكذا جندنا زوج جزائريين دخل الموساد، واحد من سيدي بلعباس وواحد من باتنا، هاي كان زير باش لاغمها. تيقولوا اليوم ما تخرجش. في نهاية الأمر ولاو عطاو أمر للقنصليات باش يمدوا لي ليسي باسي للحراقة بطلب من السلطات الفرنسية، لأن الفرنسيين يجمعوا فيهم. قالوا يا صاحبي احنا واش راح نديروا بهم هادوما؟ كان هادو غير يوم 1500. قال عطاهم لي ليسي باسي، ولي كونسيلا ما يحبوش يمدوا لي ليسي باسي باسكو ما عندهمش دي باسبور. هذوك الجزائريين كاع رموا باسبوراتهم، الحراق ديما يرمي الباسبور تاعو، وبقاو يديروا. في نهاية الأمر خضعوا للحرام، يخافوا من سيادهم، يخافوا من فرنسا، يخافوا من فرنسا. شفتوا لهاد الحرام؟ دونك عطاو تعليمات مؤخرا للقنصليات باش يمدوا لي ليسي باسي للجزائريين اللي راهم في فرنسا الحراقة باش يقدروا يعاودوا يدخلوا. هي عملية إبعاد، فرنسا قام بعملية إبعاد، إكسبولسيون، راه هادو سي دي إكسبولسي، يعني إنه كاين اللي حابين يرجعوا طواعية اللي كما تكلمت عليهم في البداية، ولكن كاين عدد كبير اللي حابين يطردوهم. يعني فرنسا وقفوهم، حطوهم في لي سونتر دو أدمينستراتيف وقنبعثوهم. نفس الشيء بالنسبة لسويسرا، يعني من وزيرة العدل ديالهم جات وحكات معهم، قالوا لها ما كاش طيارات، هاي يضرقوا لهم وكاين طيارات. اسبانيا نفس الشيء، يعني الدول راهم يقولوا يا ولدي حكموا ولادكم، ويا عيب انه بلاد كيما الجزائر ما تخليش ولادها دابور تلز ولادها باش يحرقوا ويغامروا بالروح، ولما يوصلوا كيتحكموا البلد اللي مشاو له يحب يعاود يبعدهم، ها يطردهم يكسبلسيهم، هي ما تحبش تخليهم يعودوا. لا لا خلاص تهنينا منهم، خلاص تهنينا منهم، ما سحقوهمش. هكذا ديروا يا ولاد الحرام، كل الجزائر رزق باباكم انتوما يا ولاد الحرام، كل الجزائر رزق باباكم، رزقكم انتوما ورثتوها الجزائر انتوما، ممنوع الجزائريين يدخلوا لها. الحكاية هذه تاع الضغوطات الفرنسية عندها مدة، وكل مرة يسيبون العبسة الفرنسيين، ولكن هذه الخطرة الوزير الأول الفرنسي جون كاستيكس هدد، نعم هدد السلطات العصابة باللي راح يتخذ إجراءات ضد السلطات الجزائرية، ضد الجزائر. وهذا باش قال اول حاجه راح نوقفوا لكم لي فيزا شينغن، ما عادش ندير لكم فيزا شينغن، هذه اول حاجه.
هيدي وزيد هذه الفيزا دي تعود ممنوعه على المسؤولين الجزائريين، المسؤولين السامين لي اون ريسبونسابل دو ليتا جي، قالوا ما عادش نعطوكم فيزا ولا يطردروا مسؤولهم في الرسمي، لانهم هما بلدهم الحقيقي فرنسا، هما ما همش يروحوا لفرنسا كما المنفيين، كما حالتي انا وحالة الجماعة اللي رانا منفيين، لانه هما نفاونا. تعطي لي 17 سنة حبس يا ولد الحرام، تحبني باش نجي انا ندخل الحبس ثم وزيد تقتلني داخل الحبس؟ ابا نقعد هنا في بلاد يمات فرنسا وندير فيك التير، ندير فيك التير، نمرمدك، نطيحك القدر، نسبك، ما خليلكش، لانه هذاك طيح القدر والسبان هذاك يسبك، ما يجيش واحد في الالف من الشر اللي درتوه في الشعب الجزائري واللي درتوه في الجزائر. فوالا حنا منفيين، ما انتم تجو بلدكم الثاني وعلاش ما هو الاول بليتو، لانه اثناء حكمكم في الجزائر تسرقوا تبعتوا لفرنسا دراهم باش تجوا تسيبوا العقار، تسيبوا الديار، تسيبوا الفيلات، تسيبوا الدراهم ليكم ولولادكم، ولادكم كامل راهم عايشين في فرنسا يا ولاد الحرام، الله لا يتربحكم. فوالا وعلاش خضعوا، خضعت العصابه وقالت معليه درك نقبل يردوا لنا الحراقه ديالنا. ربي يقدر الخير لبلادنا وربي يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.